السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وردقدقة إما السان وهلك على صوف رسالين إنه الله ورسا أصبهاش نقونيسا عيال يريري يا كدعا إنما يرهق بشوق يا كدعا يا سنين يا الكرا وحن ما أنت يدين شيء يا أورك دقدقة صور عي مدحوينها أو حير كي هوريا اللي أقود بيه محكبة الدستورية وران شاكو قوصو على رتالك شرع وباك صعوني كما الصعونة يوحل إلى هذا يقطر أنا أكو قطر وحل إلى هذا عضيب أي صوص يا حي وحل إلى هذا إن بارمان بان أود كله وحاس وح صعونة ما ذلك وح كس صعونة أو كليته وح الشرعية مجاهد عبد الله حسين إيمان طرور يا مجاهدين تكلس وهل قنتي لما وح كقول است وطدي الشرعية هاد إن الله مرت ورشوينك حيرر طلك عن كسعون يبوح لصوء قربضي وبارمان صوء اسكو سوء من مقورية كما سعونا يطلك حدير لغو معمول ايوه وح ليس كسوء من ملوغضو ما انت ما يسوء قاعدين سوء مالا طلكو شرعي بو بهاي هاي شرعي قانا لغو نقمية مدحوينة هنا واكوها بليين انا وحلين مدحوينة قضب كيها شرعي قاعد سرحينا ايوه واتكم هاد سنتهاي اناد ما انت محكمة الدستور قاعد بيسوه وحيابه الله صوب الملوقي أو قارد ستور كمل كده حكوا هاين وضبطي لجوسه قد بيجي أو قارد ستور تبين هاين إن المحكمة تقول قد بيسو حق بعض الله وأنا محكمة الدستور جه ومرش على لون نقطة وأنا حطي مريماته قارب هذا كلها وحلا بقى ولا سكر هاين محكمة لو ما قد بينكر لا بد قاله حطي لا بد وشر يجي تلك سوبر بربريا هذا محكمة الدستور جه لو بينا مدحوين السحي ماي إن بنا بحال كذا كلها مدحوينه وقف كوكو سرهي شرعي غير عليها محكمة الدستور قنا وهي توكو سرهي ساء شرعي قفص الشاه مركا وحوي مصع عنا ايوه ما يريرو شاد برا ظهون شرعي قيبه قرانا هنين توح صوب الملوقضان يطل هالك كبه تريلا ها قصة بيكو تيب الحوين هدو سعيه وايو هرقيسة كبعا سا هطبعا وحا هرقيسة كبعا يا كبعا عاوة نكي حين يلو هدبه هرقي سكرد محكمة الدستور قنا وحي سوى صار سأي مكان دي سي الشيقية وحي سوى صار سحير كيدي هو رأي الشرعي قها محكمة الدستور قنا مقاطو حان دستور حين مقاطي كرتو وحل رهم سالحو وضي اشي نبر كيسنا اي سوى قد بيه مقاطي سو وحي قاد استاد وحي الدستور كا كسل اسل اي شرعية دلك شرعية دلك يتصور كتلك هو رأي حكوتا وحي تلك وحي كتشي لسطحي طونو ايام دور شدق ليه marka doorashada soo socota wax isbi la yiraahdo ma jiray doorashada saar 13 kii urba doorashada galiya 13 kii urba urmadana way qaateen quraanka ku qoso sidaas ay baahsho tahay hadal kalimeesh ma yaalo in banan baanu lahayn war baasha war marj war sidan bay u dhacaysa war sidan bay u dhacaysa lankaab beenare tarawal baarlamaan hakan soo adeer baarlamaan waxba cid ma qabtaan ninka sax waxba ku qabanaya anoo waadiga maanta arkaya ku quuso waadiga maanta arkaya baarlamaan waadiga maanta arkaya talku sharci buu leeyahay ii diba sharciga qodobkan ii jeebi kan igu dar ma soconayso waxa soconay wixii sharciya waxaan aad abdullah xuseen iimaan ugu hanbaliyeenaya mar labaad iyo intii kale oo urada kale wadatay sharciga ku adkayd ba إنا كوأد كيستان شروع للدلكة إنا تاجنتين الله هيدا شرفه مركل يكو ما يضاعت كيسان إن شرعي قدلكو حليدي تشبيو إن قضب كلا الله يدي كتره إن مت كلا الله يدي السمايو مرنا ما يضاعن عرن مركز تبو هذا تكينوها شرعي قانو نبك تاجنة مركو قف شرعي استاجو وكوأد كيستو واحد تجا كي شرعي قدل هذا كسعودي ما أنت واحد قدبي حيركي أيها أكتب محكمة الدستور وانا تي شرعقوها مدح وينه نقوضك شرعقو قاطع دالكو قاطع نوغو محكمة دالكو شرعبو ليه أفر إيه صدف سني سومال لان تاق انت أفر إيه صدف سنة ضوض أيها دالك شرعقو سو رغمي أما صدف سنة انتي تقال لك سوك سادو ستيل أحتى سنة ميلها وحن ليه ما انت عنا جاي تبي قفا
wuxuu soo qoray maanta haddii macal xisbiga iyaga buuri macal doorasho la geli waayo saasuu madaxweyne ku noqonayaa weli mayna arag af soomaaliga saas lagu hadlayo adeer dalku sharci buu leeyahay ninkii balaayo ridayo iminka soo rid ma qiyaamihii waa dhacaya haddii wadada luqluuq ah la saxiixi waayo ma qiyaamihii waa dhacaya nin le qalay saxiixa sharci darro iyo ummad ku taageersa weligeed ma arag xisbiga way soo jiray dalka intaa waa lagu kala guusanay weli xisbi iyo cid isku soo raacday maan arag wax sharci darro qasab ah qasab haddaba soconaya dalka sharci baa ka soconaya soo leef hawada ninka sharci darro doonayo ma soconayso ma soconayso ninka sharci darro doonayo haddii sharci darro la fuliyo oo madaxweynu maanta saxiixi lahaa wallahi waa lagu kala tegi lahaa ta lagu kala tegaya waa sharci darrada iyo dulmiga sharciga laguma kala tago nin kastaba sharci baa xakamaynaya ama horseed noqo ama wadani noqo ama kulmiye noqo ama ucid noqo ama ogaal noqo ama kaah noqo ama waaberi noqo ama hilaac noqo kaa doonto noqo sharcigaa ku xakamaynaya qofna sharciga kama boodi karo horaanu ihi ninkiiga dheeray ha iga boodo iminkana waan ku celin doorasho isa saari dalka kama dhacayso waxaa ka dhacaya doorasho 13 urura ninkii sharciga maanta sharci ka sarreeyo haddana iga bood mar labaad baan kugu celinaya iga bood haddana ninkii ka sarreeyo maxaan kuu sheegay imisaan dahaadeer jeejiida war adeer sharci garan maysaane cagaha dhulka ku xajiya dalka sharci dar kama soconayse imisaanu lahayniyo nacalaa shaydaan ku yaalay cabdilaahi xuseen imaan siduu sharciga u qabsaday ayay tiisi ku noqotay ninka ragi waa ninka sharciga dalkiisa ku adkaada ee ku adag maaha ninku inuu leexleexdo qodob halaygu dar fulay weeyaa ninka saa yeela ninku waa inuu sharciga dalka ilaaliya haddii lex jecel kaga jirto sidaa cabdilaahi oo kale sidaa muuse oo kale sidaa madaxweynuhuna maanta maxkamadda ku gudbiyo oona ku hambalyanaya madaxweyne codku waa naga diyaar